في الحقيقة النباتات العطرية والزيتية من أهم الحاجات اللي الدولة المصرية بتعتمد على تطويرها هذه الأيام، وخصوصا أنها بتخش في عدد كبير جدا من الصناعات الدوائية أو ما يعرف بالصناعات التجميلية. علشان كده في خطة بيتم العمل عليها في محافظة الوادي الجديد من أجل التوسع في زراعة هذه النباتات، وبالفعل تم زراعة حوالي 12 ألف فدان بجانب استهداف زراعة عدد كبير من النباتات والمحاصيل الزيتية المختلفة زي الكمون وزي النعناع وزي الريحان وغيرهم كتير من النباتات. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد اللي موجود معنا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة منى، صباح الخير يا أستاذ مصطفى، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر، وعايز اقول لكم يعني احنا يعني تباعا زرعنا نباتات طبيه وعطريه وبنشتهر بزراعه نباتات طبيه وعطريه، ووصلنا الى حوالي 12,000 فدان من نباتات طبيه وعطريه. ما شاء الله. طب لو اتكلمنا بقى عن خطه تنفيذ زراعه النباتات والمحاصيل الزيتيه المختلفه في محافظه الوادي الجديد، حضرتك بقى اسرد لنا كده بالتفصيل ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. هو حضرتك بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية، احنا طبعا كان في مبادرة من معالي السيد محافظ بالنسبة ان احنا كنا بنزرع حوالي 100 فدان كمون، الكلام ده كان سنة 2020، وحضرته جاب شركة من الشركات المتميزة في تسويق وتصدير النباتات الطبية والعطرية مع احد الجمعيات تنمية المجتمع، وبدأ بمبادرة في قرى درب الأربعين، والحمد لله بدأنا من 300 فدان ثم 700 فدان ثم وصلنا إلى 1000 فدان بالنسبة لمحصول الكمون. النهاردة احنا بنتكلم الموسم الماضي الشتوي، احنا الكمون بس زرعنا حوالي 3000 فدان كمون، منهم 2000 فدان في مركز الفرافرة. طبعا كان اسعار الكمون زمان كان في حدود 35,000 جنيه كيلو، الفدان عندنا بيدي من 3 ارباع طن الى 1 طن للفدان، النهارده بنتكلم في السنه دي كان في حدود 160,000 جنيه للطن، طبعا نتيجه انه طبعا في رغبه كبيره على محصول الكمون، بالاضافه انه اتفتح ابواب تصدير جديده لهذا المحصول، مش بس الكمون اللي كان عندنا المستهدف، كان عندنا زراعات زي النعناع، زي الريحان، زي الشيح البابونج، زي الشمر، زي الحلبه، زي الكراويه، فعندنا الحمد لله كميه كبيره من او مساحات كبيره من النباتات الطبيه العطريه، وده يعني الحمد لله احنا بنزيد كل سنه بمعدل حوالي 2000 فدان، فنتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا والحمد لله كانوا بيقولوا الاول ما بيصبحش زراعه النباتات الطبيه العطريه في الوادي الجديد، لا تصبح زراعه النباتات الطبيه العطريه، وبالعكس ذات عائد اقتصادي مربح للمزارع. صحيح. وطبعا زي ما انت عارف حضرتك احنا يعني محافظه الوادي الجديد من المحافظات اللي محظور فيها استخدام المبيدات الكيماويه، فدي بيدي قيمة مضافة للمحصول النبات الطبي ان هو بيبقى وأولوية ايضا في التصدير التلوث. صحيح. طب انا افهم الكمون، النعناع، زي ما حضرتك قلت البابونج، عدد كبير من الاشياء اللي تندرج تحت بند النباتات الطبية او العطرية اللي بتدخل في بند الصناعات التجميلية. الزيتون ايضا يدخل، ولماذا يعني يتم ادراجه، ولماذا يتم زراعته ايضا، او كيف يتم زراعته تحديدا يعني في محافظة الوادي الجديد؟ هو طبعا شجره الزيتون من الاشجار المباركه واللي ذكرت في القران الكريم، طبعا بالنسبه زراعه الزيتون في محافظه الوادي الجديد كنا بنزرع اصناف بلديه الاول، وكان طبعا من ايام ما كان بدايه من محافظه الوادي الجديد لانشاء محافظه الوادي الجديد في اوائل الستينات، وكان جهاز تعمير الصحاري كان ضمن من ضمن الاشجار اللي كان بيزرعها كان اشجار النخيل واشجار الزيتون، وحضراتكم عارفين ان اشجار الزيتون واشجار النخيل بيتحملوا الظروف البيئيه الصعبه اللي موجوده في صحراء مصر،
فالزرع، ولكن في بعد توجه القيادة السياسية وفخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة أشجار الزيتون، سيادة محافظ عمل مبادرة لزراعة حوالي 25 ألف فدان من أشجار الزيتون، والحمد لله تم زراعة حوالي 12 ألف فدان. عندنا بس مركز الفرافرة زارع حوالي 10,000 فدان من أشجار الزيتون. طبعا في الهدف من الزراعة إيه؟ استخدام الزيتون في شكله الأولي ولا عصر الزيتون واستخراج الزيت النقي؟ ما للتخليل، وفي بعض الأصناف بيبقى ثنائي الغرض. فالحمد لله احنا عندنا حاليا دلوقتي مزارع حوالي 12 مزرعة متخصصة زرع مساحات تبدأ من 300 فدان وتصل إلى 1000 فدان، زراعات متخصصة بأشجار الزيتون ده في مركز الفرافرة، والحمد لله عندنا معاصر صحيح طبعا يدوية، وفي أحد الشركات عندها مصنع للعصر آلي، وفي توسعات كبيرة حاليا دلوقتي إن احنا نوصل بالمساحة إلى 25,000 فدان، على أساس ان النهارده زيت الزيتون من ضمن الزيوت المطلوب المستهدفه مطلوبة صحيح. عالميا صحيح. فان شاء الله بامر الله تعالى نتمنى ان شاء الله ان نوصل ان شاء الله بإذن الله في السنتين القادمتين ان احنا نوصل لل 25,000 فدان ونتوسع فيها ان شاء الله. على اي حال يعني محافظه الوادي الجديد بتعتبر احد المحافظات اللي دخلت ضمن اطار خطه الدوله المصريه في تطوير زراعة النباتات الزيتية والعطرية. شكرا لك للدكتور، شكرا للدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد اللي كلمنا تحديدا عن هذا الأمر.